Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, guys. Oke, kali ini ya kita akan reaksi video yang menarik ya. Di sini kita akan melihat ya imam sholat tarawih di Indonesia dan juga di Malaysia. Kita akan melihat nih, guys, bagaimana ya, guys, ya kemerduan sholat ataupun bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an ketika masa tarawih di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, di sini tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Tapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Let's go. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لرس dirapatkan صف penuhkan صف hadapan yang masih kosong الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. الله أكبر. Masya Allah, Masya Allah, merdu banget. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. Alright guys, itulah tadi guys ya bacaan merdu daripada Imam Malaysia ya, sholat tarawih di bulan puasa guys ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan juga sholat tarawih dan melihat juga sholat tarawih yang ada di Indonesia guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go. Ini daripada channel Ruli Maroya guys ya. Subscribe. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله أكبر ما شاء الله 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 اللهم صل على محمد اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله Masya Allah merdu banget ya guys ya kedua negara ini Indonesia dan Malaysia mempunyai imam salat tarawih yang sangat-sangat merdu sekali guys ya di Malaysia dengan suaranya khasnya Masya Allah
ya, kita merinding dengarnya. Dan juga di Indonesia ini menggunakan irama ras dan membuat kita itu meleleh ya guys ya, masya Allah, sama-sama bagusnya. Dan gimana menurut teman-teman sekalian ya, gimana puasanya ini? Semoga lancar, semoga diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran guys ya, karena Al-Quran itu ya diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan juga Al-Quran itu guys ya, ati syafi'an li ashabih, jadi Al-Quran itu akan datang kepada kita nanti, memberikan syafaat kepada kita ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Buat teman-teman semua yang ada ide konten apa lagi, silahkan nih guys ya, mau apanya nih guys ya. Bangun sahur, nanti kita akan buat deh, bangun sahur Indonesia maupun di Malaysia. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.